السلام عليكم. يمكن جمهور نادي الزمالك مشغول بحاجات كتيرة قوي، حل مجلس الإدارة والدوري وأحمد مجاهد مندوب النادي الأهلي وكل الحاجات اللي بتحصل في الرياضة المصرية جمهور نادي الزمالك مشغول بيها. إنما أهم حاجة جمهور نادي الزمالك مشغول بيها هي صفقات الزمالك الجديدة. يمكن جمهور نادي الزمالك أو جماهير نادي الزمالك مشغولة بموضوع الصفقات الجديدة أعتقد أكتر من الإدارة اللي هي لسه بتفكر ولسه بتشوف ولسه بتتكلم مع وكلاء والوقت عمال بيسرقنا. انا عرفت شوية معلومات مهمة جدا 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 مسؤولين نادي الزمالك بيفكروا فيها وبيتكلموا فيها. تعالوا بينا هقول لكم مين اللعيبة اللي هم بيتكلموا عليهم وايه بالظبط يعني اهميتهم للزمالك والفائدة اللي هتعود على نادي الزمالك من التعاقد معهم، وفي كمان مفاجآت هقول لكم عليها. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتعمل ايه بالظبط؟ هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. صفقات نادي الزمالك الجديدة، خلونا نتكلم بالعقل وخلونا نتكلم بالاحتياجات اللي نادي الزمالك عاوزها فعلا، مش بالعاطفة ومش بالشو والكلام ده كله. يمكن مسؤولين نادي الزمالك بدأوا بالفعل التفكير في بعض الصفقات وبدأوا يتكلموا مع بعض الوكلاء على صفقات نادي الزمالك الجديدة. انا هتكلم وهقول لكم هما بيفكروا في ايه، وهقول لكم رأيي الشخصي، وهقول لكم ايه اللعيب اللي هيعود بفايدة على نادي الزمالك. الزمالك بالظبط في خمس مراكز هما اللي عاملين له الازمه في الفرقه، هما اللي لما لعيب بيغيب بنلبس اسود على اللعيب ده وبنبقى متضايقين جدا وبيأثر مع نادي الزمالك. خمس مراكز اللي هما الباك اليمين ومركز المساك ووسط الملعب اللي هو اللعيب رقم 8 او رقم 6 بديل طارق حامد او رقم 8 بديل فرجاني ساسي، ده في حاله رحيل ساسي. وكمان مركز البلاي ميكر صانع اللعب اللي هو بيلعب فيه اوباما، اللي هو كل جماهير نادي الزمالك بتشد في شعرها وشعرها وقع بسبب يوسف اوباما. والمركز الخامس وهو ايه؟ رأس الحربة من بعد مصطفى محمد، واحنا قاعدين وشنا في الحيطة وبنعيط. تعالوا نمسك مركز مركز ونقول لكم ادارة الزمالك بتفكر في ايه، واتمنى لو الكلام ده صح يطلعوا ويعلنوا الكلام ده كله ويبداوا يشتغلوا بقى من دلوقتي على اللعيبه دي، لان بيراميدز والاهلي مش ساكتين. باك اليمين اعتقد الزمالك بيتكلم دلوقتي مع رجب بكار ومع كريم العراقي. رجب بكار هو يمكن عيبه ان هو سنه كبير شويه، انما رجب بكار هو طبعا معار من بيراميدز لسيراميكا كليوباترا، فلو الزمالك اتكلموا مع مسؤولين نادي بيراميدز اعتقد العلاقات الطيبه اللي ما بينهم ممكن الموضوع يتم حسمه. لو بيراميدز هيفاوضك ان هديك رجب بكار بس انا عاوز من عندك لعيبه، لا يبقى سلام عليكم وعليكم السلام. اللعيب الثاني برضه في مركز الباك اليمين واللي انا بفضله جدا واللي انا معجب بادائه جدا وهو كريم العراقي. كريم العراقي نجم النادي المصري ونجم المنتخب الاولمبي، لسه بقى ده صغير في السن، واعتقد ان كريم العراقي مستو عن رجب بكار ان كريم صغير في السن. والميزه الثانيه من كريم العراقي عن رجب بكار ان كريم العراقي ممكن مسؤولين النادي المصري علاقاتك كويسة معاهم وممكن تديلهم لعيب او اتنين اعارة او بيع او الكلام ده كله، المصري يستفيد باللعيبة زائد مبلغ مالي وناخد كريم العراقي بيلعب في المنتخب الاولمبي ولسه سنه صغير ولعيب متألق مع نادي المصري. فدول الاتنين لعيبة اللي اتمنى يكونوا موجودين السنة اللي جاية بجوار احمد عيد وبجوار حازم امام اللي اصاباته كتيرة جدا في مركز المدافع الايمن، زائد ان احمد عيد لسه خبرته صغيرة في المركز ده. تعالوا بينا خد لكم بقى المركز الثاني اللي الزمالك بيعاني منه وهو مركز المساك. مسؤولين نادي الزمالك بالفعل بدأوا يتكلموا مع محمد فتح الله ومع عبد الله بكري. عبد الله بكري
مش سر على حد ان هو ماضي وعقده موجود في نادي الزمالك من ايام المستشار مرتضى منصور. وعبد الله بكري بعت لاداره نادي الزمالك قال لهم عرفوني انا موجود معاكم السنه الجايه ولا لا، لان انا عندي عروض. عبد الله بكري مستو ان هو لعيب مساك، لعيب كويس، بس عبد الله بكري بينتهي عقده مع بيراميدز بنهايه الموسم الحالي. يعني الزمالك لما يضم عبد الله بكري بيضمه فري، مش هيدي فلوس لبيراميدز، مش هيتكلم مع بيراميدز، هيروح يتكلم على طول مع عبد الله بكري وهيدي له الفلوس والصفقه خلصت على كده. دي ميزه عبد الله بكري، انك مش هتتكلم مع مسؤولين نادي بيراميدز ويبقى فلوس للاعب وفلوس للنادي، هتوفر كتير في صفقه عبد الله بكري. اللعيب التاني اللي في مركز المساك اللي الزمالك وبيراميدز هيكون يعني هيكون هو محور الخناقه ما بينهم الفتره اللي جايه، وهو محمد فتح الله نجم دفاع غزل المحله. بيراميدز بدأ يتكلم مع اللاعب والزمالك بيتكلم مع اللاعب. أتمنى من مسؤولين نادي الزمالك إنهم يسرعوا في المفاوضات مع محمد فتح الله ويحصلوا على توقيعه ويشوفوا غزل المحلة إيه طلباته، عشان يكون محمد فتح الله بجوار عبد الله بكري الموسم القادم في نادي الزمالك. ممكن تودي عبد السلام إعارة، لأن عبد السلام لسه صغير في السن ولعيب أساسي في المنتخب الأولمبي، فما تضحيش فيه بسهولة. وممكن هيبقى عندك محمود علاء وهيبقى عندك الوينش وهيبقى عندك عبد الغني السنه الجايه مع عبد الله بكري ومع محمد فتح الله. اعتقد 5 لعيبه، ايقافات يعني بتحصل كتير، اصابات بتحصل كتير، ما تضمنش الظروف فيها ايه. حتى لو محمود علاء عاوز يحترف في اهلي جده، اتحاد جده، اي حاجه في الخليج، فانا ما عنديش مشكله انه يروح محمود علاء يحترف في الخارج، ولكن بشرط ان يكون لعيب زي محمد فتح الله ده موجود في الفرقه، ولعيب زي عبد الله بكري يكون موجود في الفرقه. ده المركز الثاني اللي الزمالك محتاجه بعد الباك اليمين. تعالوا بقى نشوف المركز الثالث اللي الزمالك بيفكر فيه الموسم القادم. المركز الثالث اللي الزمالك بيعاني منه والزمالك هيعيط منه الموسم القادم، وهو مركز فرجاني ساسي وطارق حامد. الله، ما لسه فرجاني احنا مش عارفين يا عم محمد هيجدد ولا لا، او طارق حامد ما هو موجود. طب انت ليه هتقلقنا؟ اصبر بس معايا. فرجاني ساسي في انباء وبالذات بعد الحديث اللي هو صرح بيه للصحافه التونسيه ان هو بعد تجمع المنتخب التونسي هيطلع وهيعلن الحقائق والكلام ده كله، ده بيدل ان فرجاني ساسي خلاص مش موجود معاك السنه اللي جايه. طيب ففرجاني ساسي بنسبه كبيره مش موجود معاك السنه اللي جايه. فرجاني لعيب كبير وكل حاجه، بس مش هنلبس اسود خلاص عليه. ما عنديش مشكله، وفي بدائل يعني هقول لكم عليها افضل من فرجاني كمان. طيب المركز الثاني طارق حامد. طارق بسم الله ما شاء الله موجود وراجل ومقاتل ومن كباتن الفرقه دلوقتي وكل حاجه، انما طارق ممكن ياخد انذار الثالث يقعد، ممكن ياخد طرد يقعد، لا قدر الله اصابه يقعد. فمين اللي هيكون موجود بديل لطارق حامد في الزمالك؟ هقول لكم مسؤولين نادي الزمالك بيفكروا في ايه وهقول لكم رايي الشخصي. مسؤولين نادي الزمالك بيفكروا في 3 لعيبه ممكن يكونوا بدلاء طارق حامد وفرجاني ساسي، طبعا في حاله رحيل ساسي وفي حاله اصابات او ايقافات طارق حامد. الثلاث لعيبه دول على الترتيب دونجا وسيرجي اكا ومحمد مجلي. دول الثلاث لعيبه اللي مسؤولين نادي الزمالك بيفكروا فيهم. دونجا هو البديل الافضل لطارق حامد، مفيش بديل لطارق حامد عامه في مصر، عشان ما تتعبش نفسك. طارق من اللعيبه اللي بديلهم صعب قوي، ممكن بعديه بشويه نبيل عماد دونجا نجم نادي بيراميدز. بس السؤال، هل بيراميدز هيفرط في دونجا بسهوله؟ الله اعلم. طب لو فرط لك فيه هيفرط فيه بكام وهيطلب فيه كام؟ هل ممكن بيراميدز يقول لك هديك دونجا يعني في مقابل الونش، او هديك دونجا في مقابل انك تديني مصطفى فتحي اللي هو راجع لك السنه اللي جايه؟ ما هو بيراميدز مش هيديك دونجا كده ويسكت او ياخد منك فلوس بس. بيراميدز مش النادي اللي محتاج فلوس، خلينا نكون متفقين. فبيراميدز مش محتاج فلوس، انما ممكن يساومك على لعيب او اتنين من عندك للفرقه. طيب لو دونجا ما جاش، الزمالك ما عندوش مشكلة ان هو يخلي محمود عبد العزيز الموسم الجاي وما يفرطش فيه. والمفاجأة بقى ان مسؤولين نادي الزمالك يجمدوا قلبهم، ومدرب الزمالك سواء كارتيرون او اي مدرب هيجي يجمد قلبه ويعمل ايه بديل لطارق حامد؟ يطلع حمدي علاء.
حمدي علاء اللاعب الناشئ اللي بيلعب في فريق الناشئين اللي هو بطل دوري 99، يعني بغض النظر عن اللي احمد مجاهد مندوب النادي الاهلي في اتحاد الكوره بيعمله وماتش فاصل والكلام ده كله، فهم ابطال الدوري. حمدي علاء كان بيلعب في جلطة سراي، وحمدي علاء لعيب ممتاز، هو اللي جاب الجون بتاع الزمالك في الاسماعيلي في الناشئين، المباراه اللي هي صعدت الزمالك انه يلعب المباراه النهائيه، يعني المباراه النهائيه امام النادي الاهلي، وكسب الزمالك 1-0. فحمدي علاء لعيب كويس قوي، ديفندر مكان طارق حامد، زي ما الكتاب بيقول لعيب صغير ابنك، لعيب قدامه مستقبل واعد، يعني تبدا تديله الفترة اللي جاية ويبدأ ياخد ويكون في ظهر طارق حامد تحسبا لو حصل اي حاجة، ده في حالة لو نبيل عماد دونجا سعره بقى عالي. فرجاني ساسي موجود معاك، خلاص انا ممكن اشتري محمد مجلي واخليه جنب ساسي، بحيث تبقى الدنيا ايه، يبقى مجلي وامام عاشور يعني الاتنين مع فرجاني ساسي والكلام ده كله، والاتنين لو ساسي مش موجود اصابة ايقاف الكلام ده كله. طيب افرض بقى يا سيدي فرجاني ساسي مشي ورحل زي ما كل المؤشرات اللي حوالينا يعني بتقول كده، لو فرجاني ماشي فانت ممكن تجيب محمد مجلي، وبفلوس بقى فرجاني ساسي انت ممكن تجيب بيها سيرجي اكا من الجونة، لعيب ممتاز، لعيب بيلعب في المركز رقم 8، لعيب افريقي، لعيب قوي، هيسد مكان طارق حامد في نص الملعب وهيقفل لك نص الملعب ده تماما، لياقته البدنيه عاليه، سنه صغير، لعيب ايفواري، كان هينضم لمنتخب كوت ايفوار في اكتر من تجمع، وبالفعل انضم في اكتر من تجمع. فسيرجي اكا هو الحل، ومن وجهه نظر يعني من وجهه نظر الشخصيه، لو فرجاني مش عاوز يوقع خلاص شكرا يا عم فرجاني، وبالمليون و800 الف يورو اللي هياخدهم ساسي انت تجيب بيهم سيرجي اكا وتجيب بيهم محمد مجلي، وممكن تجيب بيهم اي لعيب تاني. فسيرجي اكا ومجلي بتاع المقاولين هم انسب خيار لرحيل فرجاني ساسي، بالاضافه ان انت ما تنساش ان انت عندك امام عاشور بيلعب في المكان ده، وممكن اوباما ينزل يلعب اصلا في المكان ده، وكان كويس في ماتش الجونه لما اوباما نزل لعب في المكان ده جنب محمود عبد العزيز وجنب امام عاشور. فانت ممكن يعني محمد مجلي وسيرجي اكا حل ممتاز لرحيل فرجاني ساسي، ومش هنحس برحيل فرجاني ساسي، بل على العكس هتلاقي سيرجي اكا بيروح وبيرجع عكس ساسي اللي بيروح وحلني على بال ما يرجع. تعالوا بقى نشوف المركزين اللي فاضلين هما ايه، ومين اللعيبه اللي ممكن الزمالك يفكر فيهم. المركز الرابع اللي الزمالك بيفكر فيه والازمه، وربنا يسامحه هو اللي عمل لنا الازمه دي، وهو مركز صانع الالعاب واللي ربنا يسامحه اكيد يوسف اوباما. بعد تدهور مستوى يوسف اوباما وبعد تذبذب مستوى يوسف اوباما، رغم انه هو من اللعيبه اللي جايبين اعتقد 10 11 هدف في الدوري، انما يوسف اوباما مستواه سيء جدا 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 جدا، وجمهور نادي الزمالك زعلان منه. فاداره الزمالك بتفكر في بديل ليوسف اوباما السنة اللي جاية، وأفضل بديل ليوسف أوباما هو محمد إبراهيم. محمد إبراهيم متألق مع سيراميكا كليوباترا، محمد إبراهيم عامل موسم كويس مع سيراميكا كليوباترا، ولو مش عاجبك محمد إبراهيم فأنت ما عندكش حد أصلا على الساحة، يعني بعد مجدي أفشة في صناعة اللعب في مصر أنت ما عندكش حد موجود، انت ما عندكش بلاي ميكر موجود بعد عبد الله السعيد وبعد قفشه، فانت ما عندكش حد بعد الاثنين دول. فخلونا نكون واقعيين مع نفسنا، بما انك ما فيش حد على الساحه وما فيش حد في اي نادي تاني انت ممكن تتكلم معاه، فانت عندك محمد ابراهيم ابنك وكابتن من كباتن الفرقه، ويرجع يبقى يناغش اوباما لعل وعسى يوسف اوباما كده يحس على دمه ويتنحرر شويه كده ويقول لك محمد ابراهيم هيجي ياخد مكاني، فيفوق يوسف اوباما مع محمد ابراهيم، فتبص تلاقي الاثنين حلولك المشكله. طيب ايه مين تاني غير محمد ابراهيم ممكن نفكر فيه؟ ومحدش يقول لي صالح جمعه الاهلاوي، لان صالح جمعه اهلاوي والتصريحات بتاعته موجوده عندي على الصفحه على الفيسبوك. فصالح جمعه اهلاوي انا مش هجيب حد بيشكر في النادي الاهلي وبيمجد في النادي الاهلي واحطه في تيم نادي الزمالك. طيب ممكن نادي الزمالك يفكر يعني في ايه او في مين؟ ممكن نادي الزمالك يفكر في نجم الوداد المغربي والعلاقات الطيبة مع مسؤولين نادي الوداد، ممكن يفكر في وليد الكارتي، وليد الكارتي لعيب كويس، وليد الكارتي لعيب صانع لعب حريف إمكانياته عالية جدا، أساسي مع الوداد، عامل شغل كويس جدا مع الوداد هذا الموسم، وكان أحد أسباب صعودهم للدور قبل النهائي
لدوري ابطال افريقيا، فوليد الكارتي ممكن يكون حل. انما مع عوده محمد ابراهيم اللي هو يرجع لنادي الزمالك، جبت وليد الكارتي كان بها، ما جبتش وليد الكارتي يبقى عندك محمد ابراهيم وعندك يوسف اوباما وعندك شيكا ساعات بيلعب في الحته دي وممكن يخش فيها زيزو وممكن يخش فيها بن شرقي، ممكن تدخل امام عاشور، فانت عندك الحلول في الحته دي. ولكن عوده محمد ابراهيم هتكون سبب ان يوسف اوباما يرجع لمستواه لما يلاقي نفسه هيبقى صديق دائم لدكه البدلاء. المركز الخامس والاخير واللي عامل لك ازمه بعد رحيل مصطفى محمد هو طبعا مركز راس الحربه والمهاجم الصريح. دورت في الدوري المصري مش لاقي مهاجم يكون عليه العين. ناس بتقول باسم مرسي انا ممكن اجيبه بس يكون لعيب احتياطي، يكون لعيب التاني او التالت في الفرقة. ولو هجيب باسم مرسي فانا اولى ادي الفرصة لأسامة فيصل اللي بينزل يعني بيصنع الفارق في نادي الزمالك، فانا عندي أسامة فيصل فانا ممكن ما افكرش بباسم مرسي. طيب الجزيري ممكن افعل عقد الشراء بتاعه من المقاولين العرب، لعيب بيلعب في منتخب تونس، لعيب مقدم مع الزمالك الفترة الأخيرة أداء كويس، فأنا ممكن أفعل عقد الجزيري. طب بس كده يا عم محمد؟ لا طبعا ما يكفيش، الزمالك هيلعب السنة الجاية في دوري وفي كاس وفي أفريقيا وفي ليلة كبيرة سعادتك. طيب ممكن نعمل ايه يا عم محمد؟ ممكن مع أسامة فيصل ومع الجزيري اجيب لهم مهاجم قوي، مهاجم افريقي، مهاجم سفاح زي ما انا على طول بقول. ويمكن لو مش هتعرف تجيب حد من ادغال افريقيا فانت عندك اوريدي في نادي المصري أوستن أوموتو. أوستن أوموتو يمكن مقدم السنة دي أداء عالي جدا مع نادي المصري ويعني ومكسبهم وأحرز أكتر من هدف، ويمكن مش هننسى الهدف اللي جابه في نادي الزمالك الباك ويرد ولا دبل كيك اللي عملها حاجة يعني مش ممكن، يعني جون روعة، إمكانياته حلوة. أوستن أوموتو لعيب سريع، لعيب كورناس، لعيب بيجيب جون من نص فرصة، فأنت علاقتك القوية مع إدارة نادي المصري ممكن تخلص كريم العراقي زي ما قلنا هو أوستن أوموتو، وطبعا بفلوس فرجاني ساسي أنت ممكن تعمل بيها أصلا حاجات كتيرة. فأوستن أوموتو هو الحل لنادي الزمالك وهداف وهيصنع معاك الفارق في نادي الزمالك، وبالاخص ان أوستن أوموتو في الزمالك في اكتر من لاعب يخدم عليه في الفرقه، عوده مصطفى فتحي، عوده رزاق سيسي، ممكن يكون عوده اناجم، عندك شيكا، زيزو، بن شرقي، طارق، ممكن لو السنه الجايه جه سيرجي اكا، فانت هيخدم على أوستن أوموتو لعيبة كتير قوي وممكن يكون أفضل كمان من أدائه مع النادي المصري. فأوستن أوموتو مع السيف الجزيري مع أسامة فيصل أعتقد التلاتة دول هيكونوا يعني ثلاثي قوي جدا في قيادة هجوم نادي الزمالك الموسم القادم. دي الصفقات اللي الزمالك بيفكر فيها، أتمنى الموضوع يتخطى التفكير لتنفيذ وإنهاء التعاقدات مبكرا، لأن بيراميدز مش ساكت بفلوسه والأهلي مش ساكت بنفوذه. أتمنى من مسؤولين نادي الزمالك ما يقعدوش حاطين ايديهم على خدهم ومستنين فرجاني ساسي يوقع ولا ما يوقعش، خلاص مش عايز يوقع اهلا وسهلا، وده الافضل بالنسبه لي رغم امكانيات ساسي العاليه، بس ليه البديل اللي هو يقوم بدوره في نادي الزمالك، انما بفلوس ساسي هتجيب البديل بتاع ساسي وهتجيب مركزين ثلاثه في الفرقه وهتحل مشاكل كبيره جدا جدا جدا. وصلنا لنهايه الحلقه، وفي النهايه لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.